They all set for race number six. The أند and انطلق الشوط السادس على كاس ابراهيم بن سعد الرميحي من مسافه الميل 1600 متر بمشاركه 12 من الجياد المستورده الثريبريد تصنيف من صفر الى 90 بانطلاقه The Emperor Within مع الفارس ادنسون رودريغيز المركز الثاني Legendary Launch مع الفارس لينيومان بينما العقير في المركز الثالث يوسيني رابعا والمركز الخامس هنالك يتواجد برنس الزام زميران في المركز السابع من جانب السياج زيزينيا ثامنا ومن ثم ياتينا فور بدن لال وايضا تامرلين وايضا لدينا سولر و وايضا جبر وساندي ماس في اخر الجياد نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع ذا امبرور ودن مع الفارس الاوروغوياني دينسون رودريغيز يلحق به ثانيا ليجندري لانج بشعار العفو ريسينج مع الفارس لينيو مان والعقير من جانب السياج في المركز الثالث يوسيني رابعا زيزينيا في المركز الخامس والمركز السادس برنس مع ايضا مارتين سيدل هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه هنا انطلق ايضا يوسيني مع الفارس ديفيد ايجن ومن الجانب الاخر هنالك ايضا محاولات من قبل ليجندري لانج وزميران من وسط الجيال وايضا زيزينيا اذا يوسيني هو الذي يقول هذا شو والمحاولات قائمه ايضا من قبل زيزينيا وزميران لكن يوسيني يطير الى كاز ابراهيم بن سعد الرماعي اذا يوسيني وبطل الشوط السادس المركز الثاني سيزينيا وفوربدن لاند في المركز الثالث والمركز الرابع زميران